وراء القسم معناها الناس تسلخ في الدجاج وتلامذة ما نجموش. هاو ساعات راهو الإعلام العار يعمل بعض المساهمات ولو الصغيرة على القريب العاجل تلامذة هذوما باش يوليو يقراو من غير ما بيع الدجاج اللي حقهم يبيعوا الدجاج للمواطنين باش هيقولهم فضاء آخر في الأثناء تلامذة خرجوا وعملوا اعتصام سيدي تفرجوا فيه توا وبعد نرجعوا للمحاور الرئيسية نتاعنا. الأولياء قرروا باش ينظموا وقفة احتجاجية احتجاجا على الوضع البيئي الكارثي والأخلاقي اللي تتخبط فيه مدرسة ابن الجزار الرحبة. ما عادش قارين إلا ما يحلوا لنا المشكلة، وقت ما أنتم تحلوا لنا المشكلة احنا قراوا، أنتم كان جيتوا تلامذة إحنا ترضوا بالوضع، هم أكيد في درج أنتم ترضوا. احنا تحملناهم ياسر 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 حتى لين جاي هذا الوقت باش نتحدوا فيه وكل الكل باش نتحدوا في بطننا. يعني احنا نحبوا على مدرستنا نظيف عليها خاطر احنا كان جيتوا ما راكم دختوا وخرجتوا احنا المعلمين الكل ديخوا. بالنسبه لوضعيه مدرسه الرحبه قلنا وضعيه راهي قديمه جديده، انتصاب فوضوي، انتصاب غير منظم لعدم وجود فضاء مهيئ. البلديه دخلت توا فما فضاء قاعد يتهيئ باش تكون بصفه نهائيه من الاشغال تكون جاهزه تقريبا بعد اسبوعين، بعدها مش تم نقله كافه المنتصبين واحنا توا في اطار معنا تنظيم وفرز معنا المنتصبين. ومواصلة مهنة إعلام العار بعد أسبوعين، لو باش نرجعوا سيد وائل قيروان هذا تعهد بهذا، نرجعوا وماذا بينا نصوروا النصابة في الفضاء المهيئ الجديد نتاعهم، وتلامذة صغار يقراوا من غير ما يسمعوا لا الكلام الزايد ومن غير يسمعوا لا يشموا ريحة الدجاج. لو تسمع ما حبيت نصفق على الوليدات هذوما لأنه فعلا علمونا الديمقراطية الحقيقية صحيح. في تونس. ما حبوش يصفقوا معك، فهمت عليهم تلامذة صغار. ماذا حصل في الشعان اليوم؟ هذه صور ثم نعود.